بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامج فتاوى الذي يأتيكم بالتعاون مع المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. يسرنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة، فضيلة الفقيه الشيخ باهو للحسين عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. مرحبا بكم شيخنا الكريم. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في بداية هذه الحلقة، بإمكانكم التواصل معنا عبر خطوط الهواتف 45 50 05 22 37 50 05 22 37 15 84 87 37 15 84 87. الأرقام ستظهر تباعا على الشاشة أمامكم. شيخنا الكريم، سنتحدث الليلة في بداية هذه الحلقة عن الوسطية وأهميتها في حياة المسلم. قبل ذلك سنبدأ بأسئلة الكاميرا المتجولة، وهذا تمكينا لأولئك الذين لا يمكنهم الاتصال عبر خطوط الهواتف، فلهم الفرصة بأن يطرحوا أسئلتهم عبر الكاميرا المتجولة. نتابع هذه الأسئلة ثم نعود بإذن الله تعالى لنبدأ حلقة الليلة من هذا البرنامج. سوى الفقيه عن تقديم السكة سابق النصاب وتمام الحول من وجوب شروط السكة. كان رجاج قدي يقدم السكة سابق النصاب، عنده رجاج فاصل ضعيف، كانوا قدي يزكي سابق الحول. السؤال الآخر لا خصوص السكة، كان عنده واحدين ضعفاء، كانوا قدي يشري لهم بها مثلا الصائر ولا شيء. وهذا سؤالي. حد يطمن لك ولد وش من الحيوان وخلط عليه، كان ويلا يزكي مع حيوانه والله يزكي بالولد وحده. ترى نسوي لفضيلة الفقيه عن هاي الصلة، عنده أوقات نفارق مدينة لمدينة والله مقاطعة لمقاطعة، بالنسبة قاعد العاصمة هون عاصمة نواكشو، خاصة مولي كذا الخلق اللي يقول لك واحد عن هي لذان يبدو الواحدة والنص، شنو الخلق يقول عنه لا يطلع كيف الثانية يصلي، يتفضل الثانية قال له 10 زايدة 5 ناقصة ويصلي، إيه كان ذاك تقدم ذاك نص ساعة إيه كان في شيء. عن سؤال قد طرحته على فيسبوك خلال رمضان، لا ريت عليه جواب، وفي الحقيقة استغربت، وهو سؤال سهل جدا. من درى كان الآدمي نفسه يمم عليه، ما دمنا كلنا أصلنا تراب، لآدم وآدم من تراب. ما حكم من صلى بغير طهارة وتذكر أنه على غير طهارة والوقت لن يمضي، هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أذكر السادة المشاهدين المقيمين خارج البلد أنه بإمكانهم التواصل معنا عبر خدمة الواتساب عن طريق الرقم 46 86 55 44 بإمكانهم إرسال الرسائل النصية وسنجيب عليها في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، كما بإمكانهم إرسال الرسائل طيلة أيام الأسبوع بإذن الله تعالى وسنجيب عليها في الحلقة الموالية. شيخنا الكريم، الإسلام وسط أو وسط في كل شيء، فماذا عن أهمية هذه الوسطية في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الغر المحجلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن وسطية الدين الإسلامي هي ميزته، وينبغي للمسلم أن يكون سلوكه وسطا بين الإفراط والتفريط، لأن الحسنة بين السيئتين، فلا يميل إلى الإفراط ولا يميل إلى التفريط. نعم. لأن ذلك هو شأن الهوى، الهوى من شأنه أن يدعو أولا للتثبيط، فإن أعوزه ذلك دعا إلى الإفراط بالبدع والتخليط.
فإن ظفر بالخطتين شبع أو بإحداهما قنع. إذن الوسطية هي اتباع الهوى، من عدم الوسطية الإفراط هو اتباع الهوى والتفريط هو اتباع الهوى، والوسطية هي اتباع الهدى. إذن والهدى والهوى طرفي نقيض، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الهوى يدعو إلى الإفراط أو إلى التفريط، والهدى يدعو إلى الوسطية. إذن سلوك المرء المسلم لا بد أن يكون نابعا من اتباع الهدى، وبذلك يكون بعيدا عن اتباع الهوى، وببعده عن اتباع الهوى تحصل له الوسطية. إذن طبعا الوسطية هذه وضدها الغلو والتطرف. نعم نعم. فماذا عن الغلو والتطرف وخطرهما؟ سنتحدث الليلة عن أخطاء ارتكبت بسبب الإفراط والتفريط ودمرت المجتمع وهددته على الأصح المجتمعات الإسلامية، وهي غلو الشباب. غلو الشباب يسمون بعض الأعمال العشوائية بالجهادية، وهذا خطأ ناشئ عن عدم التفرقة بين خطاب الفرد وخطاب الدولة الإسلامية. إذن الجهاد من أمور الدولة الإسلامية ومن خطابات الأمير، وهو من خطاب الوضع، فإذا وجد الأمير وتوفرت الشروط خوطب بالجهاد، وإذا لم يوجد فما يفعله الفرد ليس جهادا إنما هو تطرف وغلو. لأن الجهاد من أمر الدولة الإسلامية، والعبادات الفردية من خطابات الفرد، وخطابة الفرد في الدعوة أن يكون بالحكمة والموعظة وبالرشد، وأن يدعو الإنسان غيره بحاله أولا قبل أن يدعوه بمقاله، أن يكون فعله محببا للناس، أن يكون سلوكه، أن تكون أخلاقه محببة للناس، فيدعو بذلك فيستجيب الآخر. فهذا هو دعوته دعوة الفرد وجهاده، وإذا تجاوز ذلك فليس ذلك جهادا، لأن الأعمال الجماعية لا يمكن أن يعملها الفرد. فمثلا غدا الجمعة، فإذا أضرب أهل الناشط عن صلاة الجمعة ماذا يفعل الفرد؟ يصلي الجمعة، هذا الذي صلى ليس جمعة. وكذلك إذا لم يوجد جهاد ولم تتوفر شروطه فما يفعله الفرد خطأ من الأخطاء، وخطأ من الأخطاء الفاحشة التي تؤدي إلى ذلك. إذن نتكلم على خطاب الدولة، فالدولة مخاطبة بأن يكون بتعميم منهج الله، رسالتها تعميم منهج الله على جميع الأفراد، حتى يكون المسلمون تحت الإمرة والمعاهدون تحت السيطرة، وليس بينها وبين المعاندين إلا المحاربة. إذن هذا فعل الدعاء، تعميم منهج الله على جميع البرية حتى يكون الجميع تحت السيطرة، المؤمن تحت الإمرة والمعاهد تحت السيطرة وغيرهما في المحاربة المحارب. إذن هذه الدولة الإسلامية وهذه رسالتها، ورسالة الفرد أن يكون يدعو بأخلاقه قبل أن يدعو بلسانه. وهناك خطأ عدم الفهم الجهاد. الجهاد هو المحاربة بين المسلمين والكافرين، ليست محاربة فردية. الكافر والمسلم ليس بينهما إلا المسالمة، ولكن منهج الله تبارك وتعالى المعبر عنه القرآن بكلمة الله، ومنهج الكفار المعبر عنه بكلمة الذين كفروا،
الصراع بين المنهجين وليس بين الفردين. هذا لتكون كلمة الله هي العليا، وذلك يدعون يريد أن تكون كلمة الذين كفروا هي العليا. هذا يريد أن يكون الدين كله لله، وهذا هي محاربة. وقعت المحاربة بين المنهجين لا بين الشخصين. فجاء هؤلاء ولم يفهموا الحقيقة وقالوا نحن مطالبون بالجهاد، فسموا ما يقومون به من العمليات جهادا، والموت فيه استشهاد، فأخطأوا في العملية وفي التسوية. فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسألن عن الخبر. واضح. شيخنا الكريم، فيها سيرة الكاميرا المتجولة في الحلقة الماضية لم نجب عليها نتيجة لضيق الوقت، نجيب على هذه الأسئلة ونجيب كذلك على أسئلة الكاميرا المتجولة هذه الليلة. السؤال الأول يقول هذا المشاهد يريد شرح الآية الكريمة: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يريد شرح هذه الآية. الله تعالى أعلم. هذه الآية: من كان يريد من كان يظن أن لن ينصره الله، اللي هو الرسول، أحد من الكفار يظن أن الله لن ينصر الرسول، فليعلم أنه سينصره وليمتغما وليختنق بحبله كما يفعله الجهال، فليمد بسبب إلى السماء ليعقد حبلا في سقف داره ثم يختنق ثم يموت. وأيضا وهو اللي يقول كلام حسان: حد ما هو قابلك يخبط راسه على الحجرة، كن راسه على الحجرة. نعم. إذن السؤال الثاني أذكر على أن حد يعود عنده سيارة أجرة وهي ما هي مكتملة الأوراق، هل يجوز له أن يشغلها وأنه يتم رفض الناس وهو ما عنده الأوراق اللي مطلوب أنها تعود عنده؟ أخلينا نطرح المجلس، ما نعرف في سؤال حد. طيب، يذكر على أنهم يبيعوا بالغرار، عندهم يقبلوا ظرف ويديروا فيه مبلغ معين ويقولوا لك أنك تقبل بضاعة، ولا هي تقبل ذاك الظرف إلى عاد فيه مبلغ مرة 500 ومرة 10,000 ومرة، معاملات كيفته؟ كان هذا جائز؟ هذا ميسر، هذا صريح الميسر ولا يجوز؟ لا يجوز، صريح الميسر. طيب، ذكر على ان فيه زوج ضرب زوجته وانه عينها شوي انصابت، درى كانوا يجوز القاضي انه يطلقها ولا يقيس القاضيته؟ القاضي لا يعرف كان هذا ضرب، اذا كان امتنع عليه امتنع عليها هي تداوي عينها وتم بزوجها ولا تطلق بزوجها وتمشي تداوي عينها، لا يحكم به القاضي، يعرف به. ذكر على انه في رمضان الماضي افطر قبل الوقت بعشر دقائق. الخطوه سهل، قال عمر افطر قبل الوقت، وقالوا له افطرت، قال له بعشيه، قال لهم الخطوه سهل معناها لا يقضي نهار. هذا هو المذهب المشهور، مذهب مالك. والاخرين قالوا انه اطعمه الله وسقاه. اذا هو هذا يقضي نهار، يقضي نهار. طيب، فيه أسئلة الكاميرا المتجولة هذه الليلة. السؤال الأول: ذكر تقديم الزكاة قبل حولان الحول، ترى كانوا قد يقدم يعطيه جائزة قبل تقديمها جائزة بك شهرين، قال الشيخ خليل. جائز ما خصصش بك شهرين. طيب، ذكر على انه اعطى لواحد من اولاده حيوان، درى كان ذاك الحيوان يقبضوا ويضموا الحيوان وياك تعود فيه النصاب، والله لا يخليه وحده ما يكمل بها النصاب في حيوان. لا، هذه فائده، الفائده تضم، معناها هو عاطيه لابوه، ما له عاطيه لابوه. ايوه، حيوان ما ضمت الفائده له قبل حوله بيوم، هذه لا فائده، الفائده هي ما نشاء لا عن ماله، والله عن ماله لا زكاة فيه. طيب، تقديم الصلاة، حد مثلا لا حاس انه لا هي يوحل قبل يقدم يقبل يتوضا ويصلي سابق الوقت، سابق الجماعة، سابق الجماعة، الوقت لا تدخل.
والوقت هو ذكر عنه يصلي الثانية تقريبا. لا تدخل الوقت، فات الوقت بعد في نوع الشوط فات تدخل دائما. دائما الوقت يدخل الثانية سابقة الثانية. يعود بياسر ويعود لأن صلاته في الوقت. صلاته في الوقت ما في. الوقت ما في صحيح ما في. طيب اذكر سؤال، هل قد يتمم حد على الآدمي ما دام أصله من تراب؟ حتى وصلوا من ترى انا ترى بتيم ترى ايوه لان ما يتم على التهاون هذا ما 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 قد يتم ما يتم هذا لا يجوز طبعا. صلى ذكر على انه وعقب ذكر انه بعد الصلاه ما هو على طهاره ما كان على طهاره درش عدل يعيدوا ابدا وجوبا يعيد صلاته ابدا وجوبا. طيب كانت هذه سلسله الكاميرا تسوي لها هذه الليله. اذا الدوله الاسلاميه الدوله الاسلاميه المخاطبه بالجهاد، والدوله شنو هي الدوله الاسلاميه؟ الدوله الاسلاميه تنقال شيء على منهج الله تبارك وتعالى، منهج جاي به النبي صلى الله عليه وسلم يعود هو منهجها، وتعود عندها بلد مستقل، وتعود عندها قوة تدافع بها عن نفسها. هذه الدول الإسلامية ورسالتها تعميم منهج الله على جميع البرية، كيف قلت لك حتى يكون المسلمون جميعا تحت الإمارة والمعاهدون تحت السيطرة، وليس بينها وبين المحاربين معناها بين المعادين إلا المحاربة بشروطها، ولكن محاربة إن قالها الجهاد، والجهاد ما في قلت لك الدقيقة ما هي بين الشخص المسلم والكافر، الدقيقة بين المنهج واضح. فنقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وسبيل الله سبيل الله حد يسعى في ممثل الدولة الإسلامية أنه يغلب لكن في سبيل الله واضح. الشيخ عندي هم مجموعة من الأسئلة على خدمة الواتساب لين جاوب المشاهدين اللي يبنون خارج البلد، طرحوا مجموعة من التساؤلات. ذكر على انه الاخ من جمهوريه ساحل العاش ذكر عنده سؤال، امراه طلقها زوجها طلقتين وتزوجت بعده، هل اذا تزوجها ثانيه تصبح الطلقتين السابقتين يعني مره ثالثه والله تحرم عليهم؟ تحرم عليه تحرم عليه يمكن حسبوه لو قلت يكون حسبوه اللي طبعا فات تزوج يهتم في المشهور لا يهدم الطلقات، ما يهدم واحدة ولا يهدم اثنتين في المشهور. طيب فيه الأخ من فرنسا ذكر عنه عنده سؤال في الزكاة، قال أنه عنده إبل تركها مالكها بسبب قال أنه مرض كان مريض وهي سايبة لمدة 4 سنين تقريبا، وعقب جمعها كيف يزكيها؟ وهي كانت فيها النساء على اعتقد كان فيها نصاب وتركها 4 سنوات، ماذا يفعل مع هذه الاعوام كامله اللي اعطاها؟ فيه نص ظرف ما تفقدته يقطع بزيد على النقص وكذا، لم يغير ما تفقدته حاله ما ينفقد حاله. طيب هذا الشيخ من 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 ذكر هذا المشاهد من ساحل العاج، ما هو حكم من يصلي مع إمام لا يفهم ما يقول هذا الإمام وقال عنه يطول حتى في خطبته، من ذا حكم الصلاة معاه شنو؟ هو خطبته بالعربية ولا بالعربية؟ لا لا هو قال انه ما يفهم اللي يقول، خطبته بلغة أخرى ما هي العربية. من شرط الخطبة في الجمعة، صحة الجمعة أن تكون خطبته بالعربية. ما بالعربية تعوديك ما يصلي بي. ما؟ قل ما هي صحيحة، من شرط صحة الجمعة أن تكون خطبة عرب ما سميه العرب خطبة، ولكن ولعت بكلام آخر ما ياك من درس صحيح كانوا لا لعت ترجمة والله ياك مثلا يجيب العربية وراي الترجمة وين تعود لا بالعجمية ما تجي الجمعة ما تجي الجمعة لابد أن تكون بالعربية ويصلي الظهر. طيب الأخ من جمهورية أنغولا ذكر على أنهم يمارسوا بعض الأعمال، مثلا حد يدور يدخل أنغولا على أنهم يقبضوا جوازه ويديروا له تأشيرة،
البعض تعود مزورة ويتعاملوا له بطريقة أو بأخرى اللي يدخلوه. نرى كان الشكل من التعامل يتواصل ولا ما يتواصل. كانوا من ذلك بوعدي قاع بايح ولا ما هو بايح. ما نعرف إن تعود الضريبة ما نعرف كانوا بايح لكن بعد قاع ضركاتي. لكن تخرق اللي قيس نقول فيك من الغرام وهذا جمله تجاه يعود شيء ما هو شيء إلا من ناحية الغرام ما العملية أنا ما نعرف حكم هذا. لغرض من بعد ما يأكل يدخل من الغرر ومن المهالك ما هو شيء بعد له. لغرض ما هو من باب التعامل ما نعرف كان جاهز ولا ما جاهز. يقول خدمة الله يعدل له لكن يعطيه ما نعرف كان متيش ما نعرف إيش. لغرض بعد ما هو شيء من ناحية أخرى به اللي يعود فيه من الضرر والمفسد ما هو شيء. طيب الأخ الآخر من جمهورية ساحل العاج ذكر عنه إنه في شخص عنده 39 رأس من البقر. وواحدة من البقر ولت ذكر عنها في اليوم الأخير من السنة هل تلزمه الزكاة أم ينتظر حتى يحول الحول؟ لا أفيدونا أفادك. من تعود في اليوم التالي من السكة يزكي ذاك النهار اللي هي ذاك الجنين اللي أقباط المخلوق كأنه كان مقدر عنه كان موجود ولكن ما وجب عليه السكة إلى يفوت يخلق مقدر عنه موجود عند ملكه هو أمه وقدر عنه كان موجود. طيب الأخ الآخر أعتقد من الكونغو ذكر على أنه عندهم سؤال صلاة الجمعة ذكر أنهم المدينة اللي فيها مسجدين واحد عتيق وواحد مسجد جديد رأيهم أفضل فيه الصلاة وذكر علم عن الخطبة تعدل بالعربية والفرنسية. إيه أنت تعدل بالعربية أسفل يعني عنهم يصلوا في العتيق وتوب في الجمعة في العتيق صلوا في المسجد العتيق المسجد الأول العتيق ذاك هو اللي أفضل فيه الصلاة. لا هي اللي قاعة هي اللي جالسة فيه الصلاة ماشي. حد ذكر الأخون من حكم قال على إنه يدور يعرف حد عليه دين من رمضان ولا هو قاعد يصوم وش عدل ما هو قاعد يصوم ما وضح صحيح ما هو قاعد يصوم ماله ما قاعد يصوم مثلا لكن عملناها انه عجز يصلي عن رمضان ومساعد عاجز يصلي. طيب الاخ الاخر من ما نعرف الدوله قبال لكن اعتقد انها الكونغو. السلام عليكم ورحمه الله. ذكر عنه اشترى محل تجاري بالدين و ذكر عنه يخرج منه الزكاة وينزع منه الدين اللي مطالب به من ثمن المحل مع أنه ما فات حان وقت سداد هذا الدين. نرى كانوا قد يتم يسدد هذا الدين سابق حيل الحول على 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 المحل اللي هو والله الشماء يخلي عنه المحل ما يقبل منه إلين يفوت إلين ومن أين يحول الحول؟ ما يجي ما فات حال الحول وياخذ الدفعه اللي لازم فيه لا يعطيها اذا بقى وراها شيء يسكيه واذا ما بقى اذا بقى وراها نصاب يبدي يسكيه اذا حال الحول واذا ما بقى وراها نصاب هو معناها انه ما عنده نصاب. طيب الاخ من جمهوريه انغولا ذكر حكم مسبوق ترك ركعه واحده وسلم على الامام وبعد ان عقد الركوع تذكر ان الامام صلاته لم تتم ثم قام الامام لاكمالها شنو الحكم هو؟ ودرك معاه ركعه قال الإمام ما كمل الصلاة. قام وسلم وقام هو وقف. قام هو وقف والإمام ترى يكمل وراه. رجع له تو رجع له. رجع الإمام. ما عليه سجود ما عليه شيء ما. مو مسألة مثال ما مو. مثال ما مو. اللي عدل مثال ما مو. نعم. طيب سؤال مالي في قضية الزكاة من جمهورية الكونغو حد يسأل له دين واتصل عليها صاحب المحل اللي يشتغل فيه على انه يزكي هل زكاته تابعه للمطلوب عليه ام تابعه لصاحب المحل؟ هو ايهم مالكه؟ هو يشتغل في محل هاي يشتغل في المحل وملا ملا هو اللي هو قال له انه يوخذ منه سكة يوخذ سكته ومعناها المال للمنادم اللي تصل ما له حق ايه والله والله هو اللي فهمنا هو اللي هو شغال شقالته. طيب لنرجع لموضوعنا هو الكثير من الرسائل يا غير لنرجع ان شاء الله للموضوع اللي كنا نتحدث عنه فيما يتعلق بقضيه الوسطيه. ذكرنا على انها ضد التطرف والغلو لكن قبل ذلك يبدون في مجموعه من المكالمات هنا قبلها وبعدين نرجع. تفضلوا اخ مشاهد تفضل.
تفضل. الو. تفضلوا، مرحبا بكم وسهلا. الو. تفضلوا، معاكم. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج. ايوه تفضلي. عفوا بيضا. تفضلي بالسؤال. طالبة صالح الدعاء من وظيفة الرقيب. وعندي سؤال ممكن تسولوا عنه. عندي حد كان قايم برمضان. عندي حد كان قايم برمضان ومرة وكانت صايمة لين قابلت أخرج ينسينا. يتخرج عقد نترك عليها حتى تنخذ بابها ولا تستجبع من العادة ينزل في الطب وفي الباب وهي الدواء. يعني قبل صباح رمضان ما قدرت اكمل، صفت صايم يقدر ما قدرت اكمل ذاك النهار، عاد قبل كنت مشعل خارج الضوء ما قدرت اقطع ذاك النهار، ما قدرت اكمل اني اعطي الضوء الدواء من عند الطب. من رايك شنو قال لي؟ كان واجب هي القضاء والله ما والله شنو والله. وهي فترة طبعا بها قلت صح اللي خارج قالها. لا قلت صح في الخارج واقع على سبورة الضرب يتمشع المسكين ولا سبورة تخف عليها كوني سبورة الدوام عند الطب. واضح. شكرا لأخت الكريمة على السؤال، تسمعي إن شاء الله على الإجابة. مشاهد آخر تفضلوا. تفضلوا. تفضلوا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل بسرعة. نختار السؤال الباقي عن الو معاك تفضل. عن رقاج حلف عن مثل معينه ورجع لها ذاك شنو حكمه فيه؟ كانه حلف اكيد مثلا حلف عن الدخان مثلا ورجع لي ذاك شنو باطل حكمه. طيب ان شاء الله تعالى تسمع الاجابه من فضيله الشيخ. شكرا الاخ الكريم على الاتصال، شكرا لك. تفضل مشاهد اخر. تفضلوا بسرعه. الحمد لله. قلت له اه في عندي سؤال الاخير، نعرف رجال صباحون امريكان النهار الاول من رمضان ما عنده ما شاف سيك الليله وهو على دوله اخرى نفس الدوله صايمه. كان نعرف وصلوا في المطار مش بس حقوا في سيا كانوا كانك تصوم معهم الله الله يتابع ترى المصور اللي صار سبحان الله. كانك تصوم معك الدوله ولا؟ كان نعرف المده اللي ما تصوم بالاذاعه والتلفزه ولا تفطر بهم ذاك شو قاعد يعطي؟ القريه ما تصوم بالاذاعه والتلفزه ولا تفطر بهم، تفطر لا بالرؤيه هي وتصوم. واضح. شكرا لاخ الكريم، تسمع ان شاء الله الاجابه من فضيله الشيخ. شكرا لك. مشاهد اخر تفضلوا بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل اخ الكريم. سؤالي برمضان، حول رمضان. والله تفضل. كان معنا الشاب صايم في رمضان. بعدين مية عادي قريب الدم. ها؟ الصباح فاطر. هو ماله؟ عاد ما في صوم، شنو حكمه هو؟ هو كان مية الفتحة. بعدين قريب الدم. شنو حكم باطل؟ شنو هو حكمه؟ والله واضح. شكرا لك الاخ الكريم على الاتصال، تسمع ان شاء الله الاجابه من فضيله الشيخ. شكرا لك. مشاهد اخر تفضلوا بسرعه الاخ الكريم. تفضل. الو. نعم تفضل. الو معك. تفضل. انا معك.
عندي سؤال هنا اطرحه على فضيلة الشيخ. والله تفضل بالسؤال. انا احلفت على الروايه، احلفت لا رجاج على الروايه في تقريبا، قلت له والله على ما ذيك الروايه ما تعدلها سمعت وعقب عد فعلها. وعقب؟ قلت له نفس اللي عرفت ياكل حلو بس لازم منه. شوف حلفت الشخص وعقب ايش؟ عقب عدلها، وحلفت له من الروايه ذيك الروايه ما عدلها. احلفت له من ذيك الروايه ما عدلها. وعقب قلت له في تقريبا والله ذيك الروايه ما تعدلها. وعجبت فعلا. ذاك رقاش صوتك شوي؟ هذيك الحادثة تقريبا. رقاش اللي حلفت عليه منه زوجة لا كيف رقاش توفى؟ انسان عادي. والله تقريبا. ايوه طيب. كيف واخوة تقريبا قريب قلت له والله انت ما توفي. غير بعد ما انا يقول انا ما تخاف خويا من المكان عندك خاف. والله والله واضح. انا على طريق الحلف اللي عرفت انا بها والله. واضح شكرا لك. شكرا لاخ الكريم، اسمع ان شاء الله الاجابه. مشاهد اخر تفضلوا. تفضلوا بسرعه. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم السلام عليكم. تفضلوا. انا نبغي نسال الاخ عن الو معك تفضل. نبغي نسال الاخ عن اصل حب العيد هذا اللي يعدد شنو الناس شنو واصل واصل اصل اعيد شنو اصل واصل شنو الناس من يسلم على واحد يحبه عيد ها ايوه ان شاء الله تعالى نطرح سؤال عليه الشيخ. نختار السؤال وكذلك على عن الفرق بين الصوفيه والسنه. واضح؟ والشيعه. شنو الفرق بيناتهم؟ والله واضح شكرا الاخ الكريم. ومن خلال القناه من شكرا الاخ الكريم وسؤالك واضح. من خلال القناه سؤالك واضح تسمع. من خلال القناه نبغي نهنى الشعب الموريتاني ورئيسه بمناسبه نجاح المؤتمر الماضي وارسل الله ان شاء الله التوفيق لنا ولكم. امين بارك الله فيك. شكرا الاخ الكريم. اخ المشاهد الاخر تفضلوا بسرعه. نعم اذا الشيخ لنجاوب على مجموعه من الاسئله اللي عندنا وبعدين نرجع للمكالمات. مره ذكرت على انها صايمه وعلى انها اثناء ذاك الصوم انها قبضت وجعتها رقبتها وقبضت عقبت قطعت وقبضت شنو الدور مدرى كانت تقضي النهار ولا ما تقضي وهي قطعت بها اللاقي صح؟ حد يفطر لمرض يقضي عايدة من ايام اخرى هي فطرت لمرضي تقضي تو في يوم والله ياك اللي فتره عدد ياك اللي فتره من النهارات. طيب شخص حلف على مساله انه مات ليعدلها ثم عاد اليها. حلف ايش يمين بالله؟ حلف يمين بالله انه المساله مات ليعدلها. يكفر عن يمينه. نشرح له شوي ذيك الكفاره اللي تعدل. كفاره اطعام 10 مساكين. يعني شرط ما يطعمون ياكلوا. طيب ذكر على انه كان في دولة ومشى عنها وسافر شو دولة أخرى وذيك الدولة اللي قايس أنها ثبتت فيها رؤية هلال رمضان درا كان يصوم معاهم والله ما يصوم معاهم اللي الدولة اللي فيها حالة لا الدولة اللي وعد هي الدولة اللي فاتجة هي اللي فاتجة أيوة طيب فاتجة الدولة اللي فيها يفطر بفطرها إذا عاد فات صام 29 يوم يفطر تو ولا لازم يشوف إذا عاد صام إلا 28 يوم ويسلم الدم وفطرت يفطر معاها في اللي يقوم الفطر ويقضي نهار في اللي صام 28 نهار. واذا عاد ماشي منهم ما ثبتت الرؤيه والبلد اللي واعد له يجي نفس النهار وهو فيه الرؤيه. هو الصوم يثبت الا باول النهار اذا جاء في النهار ما لازم يمشي. لين يعود الصبح طيب واضح لين نجاوب على مجموعهم الاسئله عندنا ارسلوها المشاهدين في الخارج وبعدين ان شاء الله نكملوا. السلام عليكم الاخ من اعتقد من الكونغو ذكر عليهم مجموعه من الرجال
انهم 18 وساكنين في عماره واحده، والمسيد يبعد عنهم مسافه 30 دقيقه تقريبا. درا كانوا يقدروا يصلوا قاعهم مجموعه ويكفيهم ذاك من قسط المسجد. تحصل لهم شر الجماعه ولا ما يحصل لهم قسط المسجد؟ واضح. الاخ الاخر من ساحل العاج سؤاله هل يمكن الزواج من كافره وهي لا تنوي اعتناق الاسلام؟ وهي لا تنوي اعتناق الاسلام. كافر يا غير كان يهوديه ولا نصرانيه. يبدو انه هنا لا قال الكلمه وتوف. جاوبوا على الاحتمالات. عاد كافره ما هي يهوديه ولا نصرانيه ما جايز تزويجها. واذا عاد يهوديه ولا نصرانيه جايز تزويجها ما عاد كراهك. طيب الاخ من ساحل العاج، السلام عليكم ورحمه الله. ذكر عن خارج بنك يعطي دين، وذاك الدين لا هي يعود بضاعه تقريبا مليون، ولا هي تدفع له تقريبا على السنه مبلغ مليون و300 الف نقدا. هو لا يعطيك في البدايه مليون الا بضاعه. يا غير في النهايه انت لا تدفع مليون و300. نعم نباع لك شنو البضاعه مليون و300. اذا انا مش هيك اللي انت قاول بضاعه ودافع ودافع. الاخ من ساحل العاج. طيب سؤاله ما قديت حتى نقراه، معذره الاخ الكريم. الاخ الاخر من ساحل العاج ذكر على انه يريد ان يتزوج. هو في ساحل العاج يدور يتزوج من موريتان، هل يصح هذا الزواج وهو ما هو موجود؟ يوكل حد، يوكل حد يقبل عنه، يوكل حد يقبل عنه. ذكر على ان هل يجوز للرجل ان يتزوج على زوجته اللي في موريتانيا هو هك في الخارج كانوا قد يزوج عليها والله. العاد ما هي معلقه طلاق عليها. العاد ما هو طلاق. العاد ما هو معلق اصلا قط علق حلف قالها. يعني اذا تزوج لا يتطلق هي تطلق الاخرى. والله عود امرها بيدها والله بيدها بيدها هذا كان عاد تعليق ما قد يزوج ما علمها. يزوج وعلمها اذا قبضت بشرط فراي قبض فيه ولا ما قبض. الاخ من ساحل العاج ايضا اذكر على انه سؤاله ما حكم من صلى في بيته ظنا بان المسجد بان جماعه المسجد صلت وبعد ساعه سمع صلاه الجماعه فذهب ووجدهم يصلون، هل يصلي معهم ام لا؟ يصلي عنهم من دوال ولي عهد معهم في الوقت من بعد مساء الوقت نفس الصلاه من دوال ولي عهد اعيد بنيه التفويض ما فوضه واعود مامهم ما يعود لهم امام الحق ما تقيم ما يعود لهم امام. ماشي. طيب الاخ من انغولا ذكر على انه في مقاطعه والمساجد فيهم مقفولين والمسلمين يصلوا لها في ديارهم. درا كان حد قد يصلي معاهم في ديارهم والله. يصلي لا منهم الا جماعه مش يواسهم يصلوا بعد جماعه بعد اذا فاتهم ما شغلوا المسجد يصلوا جماعه. طيب الاخر سؤاله ذكر على انه شرى محل تجاري بالدين. وأراد أن يخرج الزكاة زكاة 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 من هذا المحل، وأنه زع الدين اللي يطلب عليه مثل ثمن المحل التجاري مع أنه لم يحين وقت سداده. درا كان هو فات حال عليه الحول، هو حال عليه الحول غير وخذ ذاك الدين اللي يسأله كان يعطي ذاك الدين يعود عنده شيء يديره مقابله يعطي يزكيه مع ذاك اللي عنده مالك. من يعود مثلا تقريبا عنده شيء من البقر والله عنده شيء من الديار ما هو دار سكنه يساوي قيمته اللي يسلم الدين من الفضه يعطي خلطه كامله ويزكيه. من يعود ما عنده شيء يزكيها كلها نزع عنه الدين. ربما وضح سؤاله اكثر، هم قال انه حد شاري محل بالدين من درايه كانوا الى تلي وخلصك ينزع ذاك الدين اللي يساله والله يزكي ذا اللي حاصل توف من المحل. قلت لك عنه انه عنده شيء يديره بالدداك الدين اللي يسأله. هل عنده شيء من البقر؟ والله عنده دار اخرى ما هي دار سكنه والله كذا. عنه يزكي ذاك كامل. منين يعود؟ ما هو عنده يزكي ذاك الا ذاك اللي له هو. اهل الدين ما عنده شيء يديره مقابل. طيب الاخ الاخر من اعتقد الكونغو ذكر على انهم يجيهم فم الدجاج معلب ومكتوب عليه حلال. كانوا يعملوا والله
أي مشكلة عندنا احنا هنا موجودة عندنا. طيب ذكر علينا انهم في بلاد فيها النساء ما مساترين حتى ما لابسين ياسر من اللباس. هم اللي قال انهم شي عدلوا معي القضية لي شي كامل أصبر الاحتراز منهم ما عندهم اللباس وما لبسوا اللباسات شيء باس. لا هنا قبل حدهم ارسلنا رسالة من داخل البلد ذكر امرأة تزوجت ولها ولد قبل زواجها، هل بنات الولد محرمة محرم مو عدو محارم لزوجها؟ هي هو مال زوج جداتهم. ايوه تو هاك هاك محرم هذه زوجته الاصلي. معناها هو بالنسبه لهم زوج اصلهم اللي يومهم. واضح. الاخ من ساحل العاج ذكر شخص، السلام عليكم، سؤالي شخص ادرك الامام في الركوع ولم يركع وذكر عنه الركعه فاته واستدل لصحة ذلك بأن من لم يقرأ الفاتحة، ما أعتقد أن سؤاله ما كان مستقيم حتى، ما أدرك ركعة مع الإمام ولا جابه اللي ما قرأ الفاتحة. سؤال شنو؟ سؤالي كان هون شالته يعدل كان وما قرأ ركعة ما جابها، لكن اللي جابه مع الإمام أدرك مع الإمام يصلي والآخر يقضي. الاخر يقضي. يقضي والله. طيب الاخ الاخر من لهنا نرجعوا لاسئله المشاهدين عبر الهاتف. نرجعوا للاخرين. ذكر على انه من رايك كان يجوز البعض من الناس انه يتخلف مثلا تثبت رؤيه هلال رمضان في بلد ويتم اعلانها. كان يجوز الانسان انه يقول انه ذيك الرؤيه ما هي ثابته عنده. الليلة شافوا هو الشهر حد انه يثبت عنه. قد تقع في البلاد هناك كثير الناس ما تشوف الشهر الليلة الثانية وشكت في صحة مثلا من هذه الأخبار اللي تجي للإذاعة وعادوا يحتاطوا عاد ذاك النوع من الاحتياط ولا نعرف هذا كان احتياط ولا ما نعرف. طيب ذكر عليه انه كان صايم وانه كان مسافر وخرج له نقول له احنا هنا الميت وانه تقيا حتى انه قذف ياسر من القذافي اللي نقذف الدم. هذا راح حكمه شنو؟ حكم صومه. لكن هذا اللي كان صايم اللي قذف فيه اذا اجترد شيء راح خسر والاخر يعود مرض سوى عنه الطبيب لا عاد يودي زياده المرض وتاخر البر يفطر له الى ان يبرا والا بعد ما خسر عليه الشيء. طيب سؤال الاخ المشاهد ذكر على انه حلف قال حد انه لا يعدل المساله وعدلها وهو حلف. درى كان سمعته كويس اذا كان حلف يعني لا يعدل على كل حال لا يعدل شو عدلوا ياك الشخص؟ قاعد اخليه من اصلا الغرر به اللي هو قد ما يسمع له. وراه اذا لن يحنث وراحنا يكفر عن يمين. كفر عن اليمين. طيب سؤال الاخ المشاهد الاخر ذكر على ان بعض من الناس من يسلم على حد يحب يده. كان ذاك يجوز ولا ما يجوز؟ ياك شايف خارج مادة عادتها. عادتها كل حد أبو كامل يسلم عليه يقول له حبه يده وهذا جائز. خارج مادة تحب يد الشيخ بالعادة وهذا جائز. اللي حب اليد عنده أصل في السنة عن نقضي لأنه جائز بعد. ما في شيء حرام. جائز. طيب سؤال الأخ من جمهورية ساحل العاج. حكم ذكر شنو حكم رجل يسافر عن اهله وزوجته لمده 3 سنوات هو طبعا ينفق عليهم. البعض يقول ان هذا ما يجوز يدور الحكم في المساله. الحكم هذا حق المراه اذا خلاته اذا طالبت به طالب به وعود عندها الحق طالب به واذا سكتت عنه يا طوي سكت عنه اللي ما هو زوجه. طيب الاخ المشاهد هون اللي اتصل علينا قبيل ذكر الفرق بين الصوفيه والسنه. سؤال ما هو واضح. ابن حاجه بعد الواضح منه. ما هو شنو الى عدم اذا احنا صوفيه معناها انه دور صوفيه، احنا ما نعرف لان الصوفيه والسنيه ما متناقضين الى نعود. كل واحد منهم عنده فرق. صاحب الصوفيه قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا. اذا البدعه تتعلق بالشخص نفسه والصوفيه سلوك. شو منه موافق للسنه ذاك سني شو مخالف ذاك بدعي. إذا ما نقدم نجسد الصوفية خارجة عن الشخص المتصوف.
سقاق وير دار معاه الشاع اذكر معاه الشاع ما نعرف. طيب واضح. الاخ من ساحل العاج اذكر انه قبيل سؤاله هو صلى في البيت وعقب سمع الصلاه في المسجد وقاسهم الحق فاتوا الصلاه. ذكر على انه هون هو فاتوا فضل الجماعه، كان هم اللي رجع على البيت يقعد يصلي مره اخرى والله كان يتوك يصلي الاولى. لا من يجبر حد يصلي معه. معناها اللي قاسين من يجبر جماعه يعيد معاه اللي فضل جماعته ندبه. طيب الاخ الاخر اعتقد انه من رقابه من الكونغو. السلام عليكم ورحمه الله. اذكر على ان هل يجوز نقل الزكاه من مثلا من من من, من الكونغو الى موريتانيا علما بان فم ناس محتاجين؟ يا طو ما يسمى له البلد وشايس نقله للاحوج لا تحقق احوجيته ينقلهم يا بعد ما يسمى له البلد اللي يفرغ فيهم شو. طيب الاخ من ساحل العاج ذكر سؤال يا شيخ ما حكم طول خطبة يوم الجمعة؟ هل يمكن أن نحضر لها أو نتأخر حتى تنتهي وهي ليست باللغة العربية؟ الخطبة اللي قاعد ما هي باللغة العربية ما تصح. الخطبة لابد أن تعود بالعربية. لابد أن تعود بالعربية. ولعله يفتتح الحمد بسم الله والتشهد وبعدين يفصل. الخطبة تنقال الكلام ذاك الكلام اللي فيه الأمر والنهي ذاك اللي يسوق لي. ناس عليه كلام على الأرض. طيب أذكر على إنه سؤاله ما واضح حتى لكن إن شاء الله ندور نحاول نقرأ إلين نجاوبه بإذن الله تعالى. الشيخ بالعودة قليلا الموضوع اللي كنا نتحدث عنه في البداية. لا رحمن. لا بأس لو ركزنا شوي على الوسطية وأهميتها. في حياة المسلم قاعد بشكل عام. الوسطية هي الاستقامة. أول شيء ذكرت في القرآن الفاتحة. إذن الاستقامة لا بد منها وهي الوسطية وغيرها اتباع الهوى وابتداعه في الدين. إذن الموضوع اللي كنا قبيلاته قضية الجهاد. ما يسميه الآن الجهاد هذا التفجيرات. أصحابهم ليسوا من الدين في شيء ولا من الجهاد وإنما هو سبب في إهانة المسلمين وتعذيبهم وتضييق الخناق عليهم. تضييق الخناق عليهم. طيب هنا كثرت علي الأسئلة شوي نحاول أن نجاوب عليها. الأخ من القابون ذكر عن حكم حد شك في صلاته من يومين والله ثلاثة أيام. شك أنه يومين والله ثلاثة ما صلاهم. كانوا يقضي الأوقات مرة واحدة والله يقضيهم متفرقين يفيدونا. شو يقضيهم مرة واحدة وإلى ملاك؟ عاد ولا يخسر عليه عمل وما تشاغل فيما هو القضاء. قال الشيخ الأخضري ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. قال عن صلة القضاء عنه لا يصح التفريط فيه. وعن يسلك حد لا يتم كل نهار يصلي فيه خمسة أيام من كل صلوات اليسار. طيب فيه الأخ الآخر ما نعرف من إحدى الدول اذكر الإيجار المقدم هل يجوز؟ الإيجار المقدم الإيجار مثلا تقريبا حد يكري دار يقدم إيجار ذاك جاهز. وصلنا الإيجار بالعادة يقدم بالعادة معناها يلزم تقديمه بالعادة إلى عادة في ما يدخل حد دار ما تعطي أوانس هذا ينعطى ينحكم به والبلد اللي يؤخر فيه ينحكم حسب العادة والعادة التقديم وعادة التأخير من يجي الشرط يخسرهم. إذا عاد الشرط كان يقدم وإذا حد قال أنا قال معني ما هني أقدم والهالو وإذا عاد كان شرط التأخير وشحد وقال أنا بعد داري ماني كاريه ما هو اللي أقدم لي يعني إذا تقدم إذا تتحكموا في عادته وأقوى منها الشرط وجايز بطل وهو سؤال بعد عن تقديم الإشارة جاي. واضح. الأخ الآخر من سؤاله من جمهورية ساحل العاج ذكرنا احنا هون الجالية في ساحل العاج نركبوا فتاة في السيارات يتخلطوا فيها الرجال والنساء من ضرر ذاك شنو الحكم؟ يتحرز انه ما استطاع. تحرز ما استطاع. إذا ما يكون يبقى في الأخرى ما ركب به مرة ركبته معه يركب ويتحرز من الأخرى ما استطاع.
الاخ من ساحل العاج ايضا ذكر حد حكم حد 12 كيلو تقريبا من 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 المدينه، درا كان واجب عليه الجمعه والله ما هي واجب عليه. هو حد 12 كيلو من المدينه اللي تقام فيها الجمعه. معناها هي ثلاثه معناها فرصه. فرصه ثلاثه يعني، ولكن الناس ذيك ما نعرفش تعمل معاه مع ثلاثه مع فرصه. ما نعرف أنا. ما تعرفوا كم؟ ما نعرف حالهم بالتحديد، بعض يعرفوا عدد الناس كامل، الفرسخ يعرفوا كم من كيلو كيلو متراج. وما نعرف حالة. طيب الاخ من ساحل العاج ذكر على انهم يصلي بهم امام، يا غير هذا الامام يشوفوه يقيس المناسبات ويقيس ذي الامور الاخرى، ندري كان هم جايز انهم يصلي معاه والله. قال يعني ساحل العاج قد اللي سامح له شوي انه تم اللي العداله تدور مع الزمان والمكان. لان القبال ما عدت كبير، القبال ما هو متمادي على كبير الا يصلي احد. طيب فيه مشاهد اخر اذكر، هل زوجة الولد راح محرمه للاب راح؟ شارك معهاش؟ ما شارك معهاش. طيب ذكر الاخ من جمهوريه انغولا ذكر انهم في مقاطعه والمساجد فيهم مقفله والمسلمين ما يقدروا يصلوا، هل يصلوا في ديارهم الله؟ كان هم الصلاه في ديارهم لا تعود تعدل الصلاه في المساجد. حتى مثلا العزيز عنه واحد قاعد حبسه العذر عن الجهاد اللي ايش من ايش رئيس الجهاد؟ وحد حبسه العذر عن كل شيء كان عايز عنه عدله ايش فرج الجهاد؟ ايش فرج الجهاد؟ هم صلوا الجماعة وقال لهم قيس نفسي العاجزين عنه، يكتب لهم يكتب لهم يشرف قيس نفسي اللي عاجزين عنه ويكتب لنيتهم لنيتهم. طيب سؤاله الاخر ذكر على انه يشتري العملات، كان جايز انه يتم يشتريها بالدين والله. ياك ما نعرف ايش دور نطرحه للمجلس ان شاء الله. ان شاء الله الدور نحاول ان نجاوبك الاخ المشاهد في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. إذا الأخ المشاهد الآخر من جمهورية أنغولا عنده سؤال من ساحل العاج، حكم الصلاة مع الإمام مع إمام لا يحسن القراءة. العاج لحنه فاحش ما يصلي معه، العاج ما هو فاحش لحنه فاتحة ما هو فاحش يصلي معه جايز. اللحن اللي قاعد شوي حد يجتنبه يكون، لكن الناس منه يتغاب عليه اللحن واللكنه، اللكنه ما تخسر شيء. لكن سمعت اللكنه ما تخسر شيء واللحن الصفوتي خسروا. الاخ المشاهد من جمهوريه القابون ذكر على انهم في حي فيه مسجد واحد، وعنهم في رمضان الماضي صاموا 15 يوم كانوا يفطروا، والله زاد كانوا يفطروا، وفي وقت عقبه اكتشفوا على ان كانوا يمسكوا الساعة الخامسة تقريبا وخمس دقائق، وعقبوا اكتشفوا على ان صلاة الصبح انها الخامسة وعشر دقائق، نرى كان صومهم صالح والله. الصوم كون تحديد الوقت، لكن لابد من حد يعرف تحديد الوقت، انت اصبح الصبح ما قد يجاوب عليه. اللي ما نعرف تحديد الوقت في ذاك الوقت كانوا الخامسة ما نعرف تحديد. ولا من يطلع الفجر لا من يطلع الفجر، طلوع الفجر هو الشاب. معناه انه هم صومهم صالح ولا؟ انا ما نعرف جمهورية اليوم لا هو الفارق هون، الفارق هون انهم هم كانوا يمسكوا الساعة الخامسة وخمس دقائق. وعقبوا عرفوا ان صلاة الصبح لانها تلحق الخامسة وعشر دقائق. معناها لا خمس دقائق بين امساكهم وصلاة الصبح. حتى يعني بان الصبح. والى عاد بان ما قد نفتي شيء. حد من درا كان يوم الجمعة. واجب على حد انه يقفل محله التجاري ويقيس صلاة الجمعة، والله ما هي واجبة. واجب على الله من عند الأذان؟ لا. من أذن الأذان التالي. والله بعد القدر اللي حقول نفسي واجب لي يقفل. طيب في مجموعة من الأسئلة، يا غير الله نشوف نواصل شوي مع موضوعنا اللي بدأنا به الحلقة. فيما يتعلق بالوسطية وأهميتها، تحدثتم عن هذه الوسطية، ماذا عن الاستقامة في حياة المسلم؟ الاستقامة اتباع الهدى،
اتباع الهدى في حياة المسلم هو الاستقامة. والبعد من العاطفة، العاطفة اللي ما خرصت كانها متفع مع الشريعة، والله ما هي متفع معها. معناها الهروب عن الهوى، معناها عدم تقليد الهوى، ولكن خلق الله بتقليد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهو اللي يتصح به الاستقامة. حد يمسك بغرض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا يكون لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. حد لكن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتبع معناه أنه مستقيم. نعلم الأخرى نرجع للجهاد. والله ما في أي مشكلة، لكن أريد أن أعود شوي لأسئلة المشاهدين لأن جاء منها قدر. الأخ من الكونغو على ما أعتقد ذكر شرط لا سابقة ولا لاحقة عند عقد النكاح، شرط لازم. طيب إن خاف الزوج هو في الخارج من الوقوع في الفاحشة هل يستطيع أن يتزوجها؟ يقول له قاعد لا سابقة ولا لاحقة أحد مما تعود معها تعليق، فأمرها بيدها ما تخصصش. وعلى كل حال من يخاف من الحال يزوج ويعلم زوجته يقول أنا اضطريت لاني نزوج، بعد معلق شرط خاص لان كانك شرط قابطي والله ما انا قابطي. اذا قابطته تطلق بعد ايش في تطلق زوجته منه يقع في الفحش. طيب حد خايف من الفحش يزوج لكن زوجته ولو قاعد يطلق هاي وخايف من الفحش. طيب السؤال الاخر من جمهوريه الكونغو طلب صالح الدعاء يقول هل يجوز ان حد يصلي مع امام ما يفهم صلاته وهو تكبيره الاحرام؟ ما يسمع منها ما يفهم منها ما هو تكبيره الاحرام. ما يسمع منها تكبيره الاحرام. ما نعرف. درا كانوا يصلي معاه قاع ولا ما يصلي معاه؟ قلت لك عندي اكو محل ما نعرف. طيب سؤال آخر من ساحل العاج. أنا أصلي ذكر أن أصلي مع إمام الجمعة لكنه يركز في خطبته على اللغة التي لا أفهم. ويجيب شيء من الأخرى ولا؟ أعتقد ما دام ذكر أنه يركز معناه أنه يجيب. يجيب شيء منها ما تسمى العرب تصلح وخليها أنك تميه لي فهم إليه. ما ينفقل عليك ولا. أنا أصلي معه. أصلي معه جمعة ما كبير. طيب السؤال الآخر ذكر على الإمام لا يحسن قراءة القرآن ولا يقبل المامون أنهم يصلحوا له. مدرا كانوا قد حد يصلي معه والله مع أنه يخسر الآيات القرآنية. يقول عنه قيس واحد آخر خلي عنه قيس واحد آخر يصلي. طيب في مجموعة من الأسئلة الأخ من ساحل العاج ذكر على أنه عن حد عنده أخت عندها أبناء أيتام سوّلية كانوا قد يعطيهم السكال. قد ما يعطيها سيد يعطيها ما داموا فقراء مسلم. ما فقراء. وكان هم قارب وما تخصصش. والسكال واجبة ما حق بها الأقرباء. لكن سمعت والسكال مندوب حق بها الأقرباء. أنا صدق المندوب ما يسكال مندوب صدق المندوب. ذكر الأخون من ما اعتقد انه من الكونغو والله الجابون ذكر على انه من حلف لا ياخذ انه ما يقبل فضله من عند حد يسوه من هو صد عليه الشخص وقال له انه يقبل ذيك الفضله راسلها هو الحد انه يلحقها له توف نظره كانوا هون يعود لا اذا قبلها يعود احنا فضل هو قالوا ما يقبلها من عنده وقالوا ما تقبل قاع فضه من عند حد من عند حد. ها صدع لي حد وقال له ذيك بعد الفضه قبلها راسلها انا لفلان ذاك تلحقها لي. كانوا لا قبلها يعود حانت اذا كذلك قبلها من عند شو انا معناها انه ما يستنفع هو بها بعد معناها انه ما يستنفع هو بها ما يحنث بعد معناها عنده يستنفع بها انه مثلا ما يرفده ولا ينفع بشيء يقول لا يحنث بذاك تحنث ضيق اخلاقه لا معناه انه لا يقبل يعود حلف. ايه اذا حال ما عنده نيه عنه ما نقبلها منك معناها ما نقبلها انا وندير نعمله. انت عداك ما هو نيته. طيب. والا تخصص له نيته. الاخ من ساحل العاج ذكر هل يجوز للرجل ان يتزوج امراه مسيحيه
بعد أن شرط عليها الإسلام ورضيت مع أنه لا يدري كانت تحترم هذا الشرط ولا ما تحترم هذا الشرط؟ يقعد يقدر يتزوج مسيحية ولكن مكروهة فقط. مكروهة فقط. مكروهة فقط. مع أنها بعد هي التزمت له على أنها لا يدخل الإسلام. طيب الأخ من أعتقد هم رسالة لا نستقبله. ذكر على أنه الإمام يفتتح الخطبة باللغة العربية لكنه يطولها باللغة الأخرى اللي ما هي العربية وهي تستغرق ساعة من الوقت، هل تصح الصلاة معه أم لا؟ لا هي ما عاد في شيء، لما يجي بها العربية تصلح الصلاة، لما يجي بها العربية تعود الصلاة ما هي صالحة، وطولها وعدم طولها لا مكروه، طول الخطبة مكروه. هذا صحيح. طيب من ساحل العاج سؤاله، ما حكم الصلاة مع إمام لا يحسن القراءة وهذا تكرر؟ تكرر. ذكر حكم بديلة الفضل، البديلة هذه وكثرة السؤال عنها. طبعا أجبنا لكن لا بأس أنكم تذكروا بالسؤال. اللي هو؟ بديلة الفضل، بديلة الفضل. بديلة الفضل. هذا الشخص اللي يتصل هيك، هذا شخص هون ويقبل الفضل مع أنه هو لا قطينا، دعنا قطينا بحثناه في المجلس وقالوا عنها من الأشياء الضرورية، الحاجة الكلية. يعني العاج فيها شيء مثلا تقريبا بوحته الضرورة. بين حد يعود في تونس قال لي 10 ملايين لا يمطر الا ما شاء، هذا كانوا من حاجه الكل اللي يسامح فيه مثلا مجوز للضروره وان كان فيه شيء ما فيه، لكن فيه كانوا تهدم الضروره يعني مع الحاجه. طيب الاخ من الكونغو ولا القابون ما نعرف سؤاله حول الزكاه، ذكر انه عنده 38 راس من البقر، من درجة زكاتها شنو؟ 38 38 38 هي القر زكاته، يقول عن زكاة لابا افوك شنو تبيع؟ بفوك بفوك. والوقص ما يزكى، لا يزكى وقص من النعم. طيب الاخ الاخر من ساحل العاج ذكر، هل تجوز الصلاة مع إمام لا يغير المنكر في أهله؟ ما مثلا هذا مثلا ذنب ما هو داخل في الصلاة، ذنب ما هو داخل في الصلاة، ولأن ما حد دركاتي لا يسلك من الفسق دار يصلي واحد في كثرة الفسق، ما حد يصلي مع أحد في كثرة الفسق، يودي له اتباع عورات المسلمين خلاص، لو لقى عنه ما يتبع لا يصلي معه تو يصلي معه تو لا يصلي مع الأقنين فتعرف عنه لا يغير المنكر في أيديه لا يصلي به توب، هذا منكر خارج عن الصلاة، ما هو متعلق بالصلاة، معصية ما هي متعلقة بالصلاة. واضح شيخ. نرجع لموضوع الاستقامة، ما هي الأمور المعينة على أن يستقيم الشخص في حياته؟ وعندما نتحدث عن الاستقامة فإننا نتحدث عن الاستدامة على ما طلبه الله سبحانه وتعالى من العبد من صلاة وصوم وحج الاستقامة هي الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ممر دقيق بين السيئتين، وعاد الانحراف عنه دائر بين أمرين الإفراط والتفريط، ولو حتى مكار راسه على الصراط المستقيم حد قاعد ظهر يعني حد سمع صيغة مستقيم أنا يلحق فيها صعوبة، ولذلك هي الأمانة الذي يكره، ولذلك كل واحد من الصحابة من تابع من الخلفاء الراشدين سوى العناء وفسرها بشيء، ولكن تفسيرهم كامل يرجع إلى مكان واحد، أنا هي ألا كريد الرأس على ذاك المنهج لا يشيل موج من الانحراف، والانحراف معنا للمعاصي، المعاصي لابد وظهر الصراط المستقيم هو معترك السيئات والمكفرات، تم يجوز السيئات يغلب فوق ظهر المستقيم، ومن أي انحرف يقيس من أي الطريق خلعت خيمته، معناها أحد مسائل فوق الصراط المستقيم يعدل الله المعاصي ما حرك عنه يمينا ولا شمالا وهي مستقيم، وهذا الصراط اللي قبل طرفه بيده وطرفه لآخره في جنته بهذاك لا يجي من المعاصي لا يتم يجوز المكفرات ويسمى يمحو دين يموت. إذن ما هي العوامل المساعدة على الاستقامة؟
الله تعالى حلم يغرضها لأن معين عليها التفكر في صعبها، في صعب الاستقامة، في صعب الاستقامة معين على الاستقامة. طيب سؤال هون الأخ المشاهد ذكر في ظاهرة ذكر عنها هون في البلد موريتاني على أن المرأة منين تغتاظ شوي ولا تنفقع على الزوج على أن تقول أنها ماتت ترجع ما أعطاها مبلغ معين من المال. لكن قال يرضى لك ما هو لازم بهذه هي قاضى منه حق له، ولك المرضى ما هو لازم يا غير هو ما ليش فرح هذه بيات معها تطريق الفرح وهذا رواية عنه هو خلاص كان نساوي له يعطيه والله ما يعطيه وهي ما يعطي تقبل ما يعطي تقبل يكون لحد وجه فقاعها عنده وجه شرعي عاطيه. طيب لن نستقبلوا بعض المشاهدين، تفضلوا تفضلوا أخ المشاهد تفضل بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله تفضل. تفضل. عندي سؤال لين أطرحه لأخي. والله تفضل بسؤالك. بالنسبة لنا احنا عندنا ماسك تجارة في السنغالهم. اي أيوة والله تفضل. ويجون السلطات هون بعض من السلطات هون يسووا له لاكي في موريتان هم عندهم شمنة كي نقولوا السعر هذا تقريبا وهذا سعر يسووا له دائما عن شمن الامور ولا بد تعطيهم مقابل من يجوا لا بد نعطى لهم شيء ولا شو بهرشه ولا شيء اذا ما اعطى لهم حد دافع بين عن ماله ولا شيء يورطوه يكلفوه شيء اكثر دائما. كانوا شنو موقف الشرع منه؟ كانوا داخل الرشوة والله. واضح؟ عندك سؤال آخر الأخ الكريم؟ أهلا مرحبا بك. شكرا شكرا لك الأخ الكريم. تفضل مشاهد آخر. تفضلوا. تفضلوا بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل معك. أنا عندي سؤال بارك الله فيك. الله يتفضل. السلام عليكم. بسرعة. سؤالك بسرعة لو تكرم. تفضل. يبدو الأخ ما هو سامع الصوت للأسف. شاهد آخر تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. ولد صالح الدعاء من الشاطئ. يطلب صالح الدعاء الشيخ. أعطينا 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 أعطينا. الشغل أنا يفصل الرباعية. ها؟ جاب الركعة الأولى صالحة. والركعة الأخرى الركعة الأخرى خافتها سجدة. نقص سجدة في الركعة الثانية. وتوه جاب عقاب وصلى الأهلي من عاد في الركعة الثانية تفقده. يعني عقاد وكو الركعة الثانية تفقد مني في الركعة الثانية من ذوك الأولاد خاسرة. شيلته يعدل واضح. حكم حكم. شكرا الاخ الكريم شكرا على الاتصال. نسمع ان شاء الله الاجابه. تفضلوا مشاهد اخر. تفضلوا. تفضل الاخ الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنا نطرح سؤال على البقيه. والله تفضل. حد عنده محل في الشاي هو من الصعب تقريبا في الأخ الكريم صوتك يتقطع لو تكرمت تعيد سؤال من بدايته.
لعل السؤال يعود واضح. حد عنده محل تجاري فيه. ايوه. محل تجاري فيه تقريبا 5 ملايين. ايوه. وهو من راس مطالب ب 5 ملايين دين تقريبا. المحل فيها 5 ملايين وهو عليه دين 5 ملايين. كان عيب شكرا والله ما يعرف. والله واضح واضح. شكرا، تسمع ان شاء الله الاجابه من الشيخ. شكرا لك الاخ الكريم. تفضل مشاهد اخر. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه عليكم. الله وبركاته. تفضل اخ الكريم. السلام عليكم. كيف الحال يا رباح؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل. انا بغيت اسوي للشيخ. بغيت اسوي للشيخ انا شنو حكم من يغفل من الجنازه الا صور ما قتلنا بالليل لا ثانية تقريبا، كان ذلك جائز ولا مو جائز؟ واضح. شكرا للاخ الكريم. تسمع ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى. شكرا لك. مشاهد اخر تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معكم يمير الخطري. اهلا وسهلا. تفضل اخ كريم. عندي سؤالين. والله تفضل. الأول منهم يعني مثلا على الفتوى على ينبغي أن تكون مفصلة، يعني مثلا الشيخ جزاه الله خيرا يبين لنا القعود كتاب السنة وأقوال يعني الأقوال الأئمة. إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية ما وفاتهم قال بالبينات والزبر. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. على سؤالي من درا كان فتوى قد الصح بدون التبيين من بالكتاب والسنه، يعني يبين يعني الاقوال مباشره بدون الردود الى النصوص الشرعيه. في الحاله اللي نقول على الفتوى جائزه بالطريقه كون يتم يفتي من الكتاب والسنه، يعني يفتي بدون الرجوع الى الكتاب والسنه، من درى كان هذا خاص مثلا بالعامه لا ينقال لهم الاقوال والاقوال بدون ادله. والله يعني فصل لنا بعض غير جزاه الله خيرا. واضح. السؤال الاخر. مثلا الفتاوى اللي يقوم بها المجلس الاعلى الفتاوى والمغالب. هي اجتهادات في نفس الوقت، وطريقه الاجتهاد فيها من درى كان يعود المجلس مجتمعين كاملين في حالة يعني الاجتهاد في الحكم، ونحن من المعروف عندنا على الاجتهاد لابد من يعود منفرد به الشخص وحده، على انه ما يعود مثلا اجماع كامل مجتهد فيه فرع فقهي، وان كان كما قال القرافي الفرع الفقهي وليد من زواج شرعي بين القاعده الاصوليه والدليل. من درى كان هل يجوز تجزؤ الاجتهاد بحيث انه يعود قدر من الفقهاء قاعدين على طاويله واحده ومع هذا يبحث عن الحكم الشرعي وينيطوه بالاصل حيث انهم يخرجوا الفرع الفقهي، من درى كان هذا مثلا جائز بالطريقه على المجتهدين يعودوا متعددين، والله على المجتهد يعود يعني والله لابد يعود مجتهد واحد، اصلا قديما الائمه كانوا يفتوا يعود المجتهد لا واحد، وعلى هذا يجتهد في الحكم الشرعي على خلال الاصول اللي عنده هو ومع هذا يوخر الخلاصه. هذا هو الاصل اللي كانوا يجتهدوا به الائمه قديما. ومن درى كان مجلس اعلى الفتاوى حالا والمغالب من درى كانوا عنده مجتهدين هم يجتهدوا في الاحكام الشرعيه ومعاه يخرجوا الفروع الفقهيه على الاصول على الاصول الشرعيه المعروفه الكتاب والسنه والاجماع والقياس على طرق وباطل معروفه. من درى كانوا مثلا هم واحدين معروفين من اهل التخصص بالطريقه، والله على انهم تطرا عليهم والله تشد عليهم حادثه فقهيه لابد من يجتمعوا كاملين. تحياتي يا مهر الخطري. شكرا لك اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. تسمع ان شاء الله الاجابه عليه التساؤلات. مشاهد اخر تفضلوا. تفضلوا بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الاخ الكريم. انا عندي سؤال طرحته في الحلقه الماضيه وعندي عندي ما فهمته بعد. والله وطحنته. مسبوق بركعه كامله. هل تصح استخلافه؟ الإمام هل يجب يستخلفه؟ يستخلف حد مسبوق، هذا هو سؤاله. حد مسبوق بركعة كاملة. الإمام قد يستخلفه إذا فعل الإمام طارق، وإذا قد يستخلفه شنو حكمه؟
حكم الجماعة الأخرى اللي هو زايد اليهودية. واضح هذا سؤال ابن أبي زيد الغيلواني من دور الزقي يقول لي أشبه شرح حديد هذا يقول أعيد لو تكرر جزاك الله خير أعيد لو تكرر السؤال مدرى رسالة ابن أبي زيد الغيلواني لسه ما تمكنت من سؤاله من دور الزقي يبني يشوف أشبه شرح حديد هذا يقول اشبه شخص ليش؟ قلت انا نقرا رساله ابن ابي زيد القيرواني. اشبه شرح لرساله ابن ابي زيد القيرواني. نقرا لحد من معرفته وندور انا شرح ثم لنا انطالي. يعطيني تشوف اشبه شرح قد حد يفنى. اشبه شخص قد حد يعطي لك الشيخ تم تستفتاه الى عاد شاكل لك شيء هذا هو السؤال. اشبه شرح لرساله ابن ابي زيد القيرواني نظر. اي والله اي والله. طيب شكرا. شكرا للاخ الكريم تسمع ان شاء الله إجابة من فضيلة الشيخ. طيب في مشاهد آخر تفضلوا. تفضلوا بسرعة. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي طلب وسؤال. والله حبا وكرامة تفضل. أود من المشايخ الذين يعني يستضيفوهم هذا البرنامج اللي هو برنامج البتوى أنهم يتموا يجاوبوا الناس بالدليل الأدلة اللي الأسئلة اللي يجاوبوا عليها دائما نسمعوها يعني ما نقدر نقول على رأي ما نسمع الدليل ما نسمع قال الله ولا نسمع قال رسول هذه ما هي من مرة ولا تنتهي من المشايخ اللي الذين استضفتهم في هذا البرنامج. السؤال الثاني عندي مسألته فجالية شوي بين آيتين دار الجمع بين قول الحق تبارك وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء مع قوله تعالى في سورة النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها. أريد أن أعرف بين قوسين هل كان خلق الأرض قبل السماء أم الأرض قبل السماء. يعني طيب أعيد الآية الثانية. قلت وجه الجمع بين قول الحق تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فسواهن سبع سماوات. طيب الآية الثانية. مع قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها. السؤال بين قوسين هل كان خلق الأرض قبل خلق السماء أم خلق الأرض أم خلق السماء قبل خلق السماء وجه الجمع بين الآيتين جزاك الله واضح شكرا لك الأخ الكريم تسمع إن شاء الله الإجابة من فضيلة الشيخ مشاهد آخر تفضلوا بسرعة أنا عندي سؤالين تفضل اولا شهاده الزور تعديش شهاده تفضل اخ كريم الثاني السؤال الثاني الو سؤالك الاول الو معاك تفضل سؤالي الاول شهاده الزور تعديش شهاده السؤال الثاني عيد سؤالك الأول وبالشور تكلم بالشور. تعلم؟ سؤالي الأول. شنو هي؟ يتكلم عن شهادة الزور تعدل الشرك بالله، شهادة الزور فيها مرحلة تعدل الشرك بالله. طيب والله واضح شهادة الزوري. أيوه السؤال الثاني؟ والأخرى السؤال اللي ينطرح لي سؤال عن الخمر والربا. علما المالكي كان الخمر اشد منه الربا وعلم ان الربا انتشر. واضح. السيد الفقيه يتكلمنا عن هذا. طيب والله ان شاء الله شكرا لاخ الكريم على الاتصال تسمع ان شاء الله الاجابه من فضيله الشيخ. مشاهد اخر تفضلوا بسرعه.
تفضل. الو، ارفع الصوت لو تكرم. احد كان جمعة شوف الاخ الكريم ترفع صوتك شوي، لكن تمكن مع واجبه لي ما نسمع من صوتك. قلت لك حد يشتغل في الإدارية. حد يشتغل؟ ايوه. هذا لي طب تجاري. طب تجاري. ايوه. كان وقت الجمعه يجي جيت. جدي يجي في الجمعة ويصلي بدا والله ياوي يشوف مرضى مستعجلين. والله واضح. تسمع ان شاء الله الإجابة، واضح سؤالك الأخ الكريم، تسمع ان شاء الله الإجابة عليه بإذن الله تعالى. شكرا لك. مشاهد آخر تفضلوا. طيب لنجاوب عليه مجموعة الأسئلة بعدين ان شاء الله نرجع لموضوعنا، لكن قبل ذلك لنشارك المشاهدين في الخارج معنا. الأخ من ساحل العاج ذكر على انه صام رمضان الماضي، ذكر هون في ساحل العاج، لكنه قال انه ما اطمئن على هذا الصوم نتيجه لكثره المتبرجات وللاختلاط وهذه الامور. من رايك كان خوفه هذا محله والله؟ لكن يعرف له شو هو. ومثلا تقريبا المتبرجات مثلا تقريبا مثلا من يعود سر نهار وبخروج مدينة ومدينة ما يسول عنه. ولكن يعرف له شو له. إلى عاد الله قضية المظهر وذا ياخذ ما خسر الصوم، ما يلحق درجة خسارة الصوم. طيب الأخ الآخر من أعتقد الكونغو، ما هو حكم ما يسمى عند البعض بالسلام عند الخطبة؟ وشرحه أنه ذكر عنه شو من الفضائين أعطى هدية ويقالوا أنه بقدر نصف المهر. ذكر شنو حكمه؟ ولكن اصلا قضيه المهور ولا ما عدلت روايه في العاده شو منها ما مخالف الشرع جايز. ومثلا حد يجي من خاطبها رغبه في نفسه انه يجيب له وقيه طالب دارتهم عليه العاده حسب وسعه، هذا ما فيش ما في شيء ما لم يتفاحش. كيف التفاحش اللي يعود تقريبا حرم الاشياء شيء شر شيء التبذير يغلب، ما هو حرمه اصليه. طيب الاخ من ساحل العاج ذكر حكم من تزوج بامراه وقضى معها فتره 7 سنوات ونصف ولم يجد الاولاد، ندرى كانوا يستمر معها والله، ندرى كان جايز لو قاعد استمرار معها والله. هو ما في حكم، واحد دعا امراه قد معاي لين يموت وقد يطلق ورد مرين ما في جايز يتم معها وجايز يطلقها يسوى ما اجبر ذري ما غادي ما فيش، لان في شيء لابد لها في الادوار. طيب الاخ من جمهوريه السنغال ذكر على انه جال المسجد له يصلي ولا يصلي صلاه الظهر واجبرهم يصلوا، يا غير ذكر على انه هو ذكر انه ما صلى صلاه العصر من اليوم الماضي. هذا هو مجمل سؤاله من رشا عدل. يقتصر الماضي يتم؟ يقضي الصلاة الماضية حد انه يدخل معاهم ولا يدخل معاهم؟ يقضي من يتفقدها يقضيها. يقضيها سابق ياك. ومنين ما يتفقد اليهود يصلي معاهم ولا يدخل معاهم؟ علماء السجون على الصحة. علماء السجون على الصحة. وذيك صلاة العصر تسالي فيه. خلاص طيب يدخل معاهم هم ورا وبعدين إذا عاد فقدها ما فيها تحرم معاهم يقدم لك يسير الفوات ويعني ما توجد هنا ما تخالف الصلاة والله فاتوا منها الصلاة صحيحة إذا توجد هنا محبوس على مسجون على الصحة إذا توجد وراها قاعية فاتحلت الصلاة. واضح. الأخ من إحدى الدول الإفريقية ذكر حكم من يستعمل هذا البخاخ اللي يعالج في الربو في رمضان في نهار رمضان. قريت فيه شيء وتقابلنا مع الاطباء ونعتناه لهم غير ياك اللي قالوا انا نسيته دور عنده مجلته مجلة المجلس انا نسيته. طيب هو ما عندكم مذكرين شيء منه كان؟ ما نعرف حتى بشخوه على شيء قدامنا.
ما نتفقد منه الشرع. طيب الاخ من ساحل العاج كان دوركم تشرحوا له الايه الكريمه فاينما تولوا فثم وجه الله. قولوا عن قبلته. قبلته. ما تولوا معناها بدل وجههم الان هي القبله اللي اعطت الصلاه. طيب نرجع لاسئله المشاهدين هون. الاخ المشاهد ذكر على انهم في بلد افريقي وعلى ان يجوهم وحدين يبحثوا عن البضاعة كانها منتهية الصلاحية والأمور. ما أعرف أنا قلت بقيت إشارة شيني. أيوة تو. طيب ذكر أنهم هم هذا لا بد يعطوهم شيء من رأي كان هذا يدخل باب الرشوة ولا المدارات والله. قلوا أنا رشوة. هم الراشي والمرتشين. هي عدو شيء هو الوعيد هم الاثنين. وعيد يقيس المرتشي ويسلك منه الآخر به ذاك اللي يعطي مدارات. ننعود الله إداره اللي يحق له. لكن اللي عدل هو مداراته الاخر لكن اللي عدل الرشوة. لكن الاخر مرتشي. والاخر لكن اللي معدل مداراته. معناها من يعود على حق. اي من يعود على حق، حتى على الحق لكن اللي اعطى مدارات دوره كان يقال له حق ولا ينظلم. ولكن اللي قبض ذاك اللي زي يظلمه الرشوة. طيب اذكر انه محل تجاري راس ماله 5 ملايين وهو يسال فيها 5 ملايين. ترى كانوا عليه يسكن والله ما عليه. اذا عاد عنده شوخر عنده دار ما هي دار سكنه والله كذا وعنده شيء يقوم مقام ذاك الدين اللي ساله ياخذ له زكي. واذا عاد عنده شيء قيمه شيء من ذاك اللي ساله يزكي ذاك اللي عنده قيمته. مثلا اذا عاد عنده دار ما هي دار سكنه تسوي مليونين. معناها انه لا يزكي ذوك المليونين، معناها يزكي ذاك المليونين، ذوك المليونين لا يزكي. اللي عنده شيء يدور فيه، بس ما عنده شيء يدور فيه ما يزكي به اللي يسأل. اللي يسأل. اللي يسأل. طيب. سألوا لا عنده شيء يسأله مكان. أذكر على إنه كان له يصلي صلاة رباعية. وعلى إنه في الركعة الثانية انقص منها سجدة. ومن يدخل في الركعة الثالثة على إنه ذكر ذيك السجدة من رشا عدلهم. تعوديك الثالثة هي الثانية تو. لا تجي ينقلب الركعات. ذيك الركعة اللي ذكرت السجدة بطلت. وتشير الاخرى في بلدها تلقاي. واذا عاد مازال واقف يعطي جلسه الوسطى به اللي يكي على الركعه الثانيه بالنسبه لي. طيب سؤال المشاهد الاخر اذكر انه ما يغتسل من الجنابه ما هو قبل الظهر بقليل. يعني شيء من المتمم انا كان عاجز عنه. وما ذكر انه عاجز ولا اعتقد انه قال انه توه ما يغتسل ما هو ذاك الوقت. ترى كان قاعد يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. وصلاه الصبح ما فات صلاها. ما فات صلاها. من يعود ما عنده عذر. ما عنده عذر ما تصليها. ان كان بعذر هذا لا باس به. اي يعني يتم ما صلى الله. طيب. ذكر الاخ المشاهد الاخر الفتوى الاصل انها تعود مؤصله بالدليل. لكن ذكر هو أن ربما تعود إلى الفتاوى اللي تقدموا على أن العذر فيها أنكم ما تقدموا حتى الدليل والله شنها موجه للعامة. إذا كان ذاك بصيفة ذيك والله. وإذا سمعت حس كلامه تبارك الله روي يعرف شيء. يترشح الدورة الجاية كانوا يعودون أعضاء المجلس التم يعرف ذاك اللي عدوه. يعطون يتهيأ كانوا يعين من أعضاء المجلس التم يعرف ذاك اللي عدوه. طيب. لين نستقبل مجموعة من المكالمات وبعدين نرجع. تفضلوا. طيب لكن قبل ذلك فيها تعميما للفائدة فيها سؤال ورد على مجلس الأعلى للفتوى والمظالم. أجاب المجلس على هذا السؤال، نتابع السؤال والإجابة عليه ثم نعود بإذن الله تعالى. السؤال: من له ما يسمى بدب بريك هل يزكي آلاتها ولبنها؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الأصل في العروض أن لا تجب فيها زكاة لعدم ورود نص بذلك ما لم تقصد بها تجارة، فإن قصدت بها التجارة وجبت فيها الزكاة لأنها صارت حينئذ في جملة المال المعد للنماء ودخلت في عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة مال،
من هنا فإن ما بيد صاحب هذا السؤال مما يعد للبيع والنماء يقوم وتخرج زكاته إن بلغ النصاب ولو بانضمام لغيره، وأما ما لم يعد للبيع كالآليات والأدوات المتخذة للاستغلال فحسب، فلا زكاة فيه لأنه إنما اتخذ للاختصاص به والاستعمال. قال خليل: ولا تقوم الأواني. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. الآخر سؤال اللي ذكرنا قبيل عنده سؤال ثاني يتعلق بطريقة إصدار الحكم في المجلس الأعلى، الأحكام في المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، كان بطريقة إجماع والله سوى، هذا هو سؤال طريقة اللي تجاوبوا بها عليه الأسئلة. نعم نرجع لكم السر العمل والله ما هو أيوة. طيب الأخ المشاهد ذكر شهادة الزور، ما معنى شهادة الزور؟ وشن هي بعد شهادة الزور؟ شهادة الزور قول ما حديث يقول الزور قول الزور معناها الكذب، وشهادة الزور عند الفقهاء حديث الشهادة ما يحق إياك ينال بها شيء والله يهبت بها ظلم على مسلم مولانا لسر الكذب. هذه هي شهادة الزور. طيب لين قبل مكالمات تفضلوا بسرعة على آخر مشاهد. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي كريم. ترفع الصوت لو تكرم. بعدين كنت في السفر وصليت مراتب مقصرة. لو تكرم تعيد السؤال من البداية. مراتب وظهر العصر بعدين. قلت لك عني كنت في السفر صليت صلاة ظهر العصر مقصرة. مقصرة. أيوة. بعدين نسيت عنها قيت بعد الظهر. بعدين. سبع أيام ولا ثمانية بعدين ذكرتها. ذكرت أني ما صليت ركعات ما قضيتهم. شوف أنت صليت. كان نفس الوقت في حد لا يصلي نفس الوقت. تذكرت على أنك صليت وقتين مقصر فيهم. هذا هو سؤاله. نعم. أنت مسافر والله لماذا قصرت؟ كنت مسافر. أيوة كنت مسافر. نعم. سؤالك شنو؟ يعني بعد نسيت عنهم قاعد أهني وصلت قلت نسيت عن. سؤالي كان نفس الوقت ذكرت نقضي ذلك فريضة والله. أيوة طيب إن شاء الله تسمع إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة من فضيلة الشيخ. شكرا لأخ كريم على الاتصال. مشاهد آخر تفضل أخ كريم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. والله تفضل. نبي نصور الشيخ عن الناس اللي قاعد المسمطرة هون اللي يبوا نصف تقريبا كل نمر شراحة من عندهم يطلب النصف 5%. أيوة والله قاعد داع يعني النسبة كانت جزء اللي يقلعوه هم من هذا ذاك المبلغ. واضح عندك سؤال آخر والله هذا السؤال. شكرا لأخ كريم. شكرا لأخ كريم. مشاهد آخر تفضلوا. ألو سعر معاك حلو. تفضل أخ كريم. ألو تفضل. ألو سامعني؟ والله إلا سامعك تفضل. معاك عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. أهلا وسهلا.
السؤال اللي هو دور تفسير قوله تعالى وإنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. في ليلة القدر. وندار المجلس الأعلى عن عدونا برنامج يتكلم عن الردة وما تتعلق به والشيء كاملة باللي هون في أسم الشباب ما يتكلم شيء يطيع شيء ما يعرف. دخل الردة بمعنى دخل الردة. واضح، شكرا، تسمع ان شاء الله الاجابه. والسؤال الثاني. اي والله يتفضل سؤالك الثاني. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طرحت في برنامج الماضي ونقلت توضيحها احسن. والله ان شاء الله تعالى دع ما يريبك الى ما لا يريبك. واضح ان شاء الله، تسمع ان شاء الله الاجابه. شكرا الاخ الكريم. مشاهد اخر تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل أخ كريم. أختار السوى البقية، أنا وين طرحت هذيك السؤال لك يا كارين قطع الخط بيني معاكم. والله تفضل. أختار نعرف حد يشتغل في الصيدلية. جاء لي وقت الجمعة. كانوا قد يجلس الخلع. الجمعة. واضح، مع العلم انه قد يجوا حالات مرضيه بحاجه انهم يقبلوا الدواء، هذا هو سؤالك. مع يجوا حالات مستعجله. نعم. واضح، تسمع ان شاء الله الاجابه عليه، عندك اضافه؟ نعم. يعود حالات مستعجله. نعم. شكرا الاخ الكريم، شكرا، تسمع ان شاء الله الاجابه عليه. على سؤال. يعود بحاله مستعجله يعود. حتى نسمع مودي الجواب إلى. والله تسمع إن شاء الله الجواب بعد قليل من فضيلة الشيخ. شكرا لأخ كريم. مشاهد آخر تفضلوا. تفضلوا. نعم نعم. أيوة تفضل. نعم. تفضل أخ كريم. أنا هو طرح لك أخبار الرباعية وارك شو اسمع. أنا الركعة الأولى كنت فاتحة والركعة الثانية خاصة في السجدة. قصت سجدة ودخلت في الركعة الثالثة وذكرت القضية. الركعة الثالثة. الركعة الثالثة. الثالثة هي اللي تفقدت أني ركعتي مثلا الثانية مثل الأولى خاسرة. أيوه. أنا قعدت أترك الركعة الثالثة، كان من فوتنا وفهمنا نجيب القبل نجيب البعض وشنواش. واضح. أنا قليل الركعات غندر جواب علي. واضح، شكرا لك كريم، شكرا على التوضيح، تسمع إن شاء الله الإجابة من فضيلة الشيخ، شكرا لك. تفضل مشاهد آخر، تفضلوا. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. معاك تفضل. جزاك يا خير. الحمد لله يا رب العالمين، تفضل. سمعت تقية جزاك دور من صالح الدعاء. الحمد لله يا رب العالمين، يطلب صالح الدعاء وقد فعل، تفضلوا. انا اطرح عليكم سؤال. ايوه. نختار السؤال الفقير على رجال يزوجوا والده وزوجته في مرحله من العمر صغير. كانوا وعاد المرأة اللي عاد عنده عادلين تقدم معها للزمن عاد ناس لا يراغب فيها. ما عندهم أنا مشاكل لكن لا ما تريد يبغيها تسوى مع نفسها. انت راح هذا يا طرح السؤال بعد اختار يعطيني فيه الفتوى بعد. واضح، شكرا لاخ الكريم، تسمع ان شاء الله الاجابه باذن الله تعالى، شكرا لك على الاتصال. مشاهد اخر تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. طالب من الفقير صالح الدعاء. وقد فعل. تفضل. محمد يحيى الزيرات. أهلا وسهلا محمد يحيى، تفضل. نقابله. أنا طالب، أنا سوى أنا دعا على الظالمين في بشار الأسد السيسي كانوا جايز الله. طيب، عندك سؤال آخر؟ وطالب مودي منك شخصيا جزاك الله خيرا،
احتضار الشيخ محمد حسن البدر ان شاء الله تعالى. شكرا لاخ الكريم. تسمع ان شاء الله الاجابه على سؤالك الاول بحول الله تعالى. شكرا. مشاهد اخر تفضلوا. تفضلوا. الو. نعم تفضل اخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معكم عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. دور السؤال عندي سؤال دور التليفون تعالى هيكم استقال حساب المغرب الى اخره. لا دور تفسير الايه؟ ودور صالح الدوام مع سيدي بطيخ. شوف يا عبد الرحمن. واضح. شكرا لاخ الكريم عبد الرحمن. تسمع ان شاء الله الاجابه. مشاهد اخر تفضلوا بسرعه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أحييك وأحيي من خلالك شيخ الضالة الحسين. حياك الله، تفضل. معك مصطفى الحسين. بسرعة تفضل. الله يجزاك مع الشيخ من خلالك ونشكرك 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 أنت بالذات. بارك الله فيك. نادر وفاضل. نشكر مجدي يبنج في الفتوى والموال مع الدور واللقاءين به. ونترك صالح الدعاء الشيخ. طيب يطلب صالح الدعاء الشيخ. الله يعطيه العافيه. نعم ان شاء الله قد فعل. العافيه. نعم ان شاء الله. سؤال؟ سؤال الاخ الكريم. طيب شكرا لك على الاتصال. في مشاهد اخر تفضلوا. طيب لا يوقفوا شوي مكالمات الشيخ اللي نجاوب على الكم اللي عندنا من الاسئله وبعدين نرجع باذن الله تعالى. الاخ المشاهد اذكر اعلن الخمر والربا. اذكر اعلن الربا ربما يكون اشد من الخمر وهو منتشر، ما التوجيه في هذا المنحى؟ توجيه معناها الربا ياسر وقال عن الخمر عن الربا ياسر والخمر ياسر، التوجيه شنو؟ انا احد يتركهم الاثنين؟ توجيه دا احد ذاك اللي قالوا مولانا يعدلوا يترك عنه الخمر ويترك عنه الربا ولا توجيه بعد توجيه الله ولا نهي اشد من هدي الله ولا وعيد أصدق من ما توعد الله به أكل الربا وكذلك صاحب الخمر. صريح صريح النهي عنه توجيه في الشريعة كيف. إذا ما على المسلمين إلا الابتعاد عن هذه عن أم الخبائث وعن أيضا الربا الذي توعد الله صاحبه بمحاربة بالعذاب الشديد وتوعد ايضا بمحقه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. استغفر الله العظيم. الاخ المشاهد ذكر على انه يعمل في صيدليه وهذه الصيدليه في مستشفى خصوصي. طيب يلحق وقت الجمعه. نظرا كانوا قصر الجمعه مع العلم انه تقد شي حالات ناس يعودوا في حالات حرجه ولا يقبلوا الدواء من الصيدليه. هو قدم الصلاه والله يقدم الحالات. صلي الظهر يبقى في صلي الظهر وله اجر الجمعات. هذا عذر من العذر به اللي قد يجي حد ويعطل ويموت وعداك على مسؤوليته. واضح. قال هو ما يعد كل جمعه مرابط اللي يعود ما حد اخر معه. طيب. اذكر انه يدور تفسير والله زاد الجمع بين الايتين. يقول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والايه الكريمه أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها. الجمع بين الايتين الكريمتين ايهما خلق قبل الاخر؟ لقد سوى عنه عباس قالوا
أنا قال له إن في القرآن أمورا تختلف علي، وجاب له هذا عنه ما يعرف خلق السماء والأرض، وذاك الشباب اللي قالوا أنا ما يمسك له حالة نعود نقول طيب. مهما تتعارض قطعا لا تعارض طبعا لا تعارض قطعا لا تعارض قطعا، وذاك اللي قط ابن عباس وجهه به لأنه ظهر عن مهما تعارض ما يمسك له حالة نعود نقول. طيب اذكر على انه كان مسافر وانه وفى سفره يغير صلى وقصر فرضين من وقتين من هذه الاوقات. عيد ماشي عدل معاه عيدهم ابدا عيدهم. طيب معنى الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه اللي هو القرآن في ليلة القدر، قد أنزل القرآن دون الدنيا ليلته إلى السماء الدنيا، وبعد ذلك عاد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما حسب الوقائع. ولا ما في شيء إشكال مثل التقريب إنا أنزلناه من يعرف حد عن القرآن وعن ليلة القدر هي اللي ينزل فيه القرآن إلى السماء الدنيا، وبعد ذلك نزل أنجما منجما ما تهم ما تشكل. نعم. الأخ المشاهد ذكر قضية السمسرة، أي الناس اللي تمارس السمسرة ومنين يبيعوا منزل والله يبيعوا قطعة عرضية والله شيء عندهم مبلغ معلوم 5%. جائز السمسرة جائزة من الكسب الطيب، قال ما يرد حد يغش فيها بين الكسب الطيب يدخل الغش، وهي جائزة جائزة منصوص عليها جائزة جائزة. طيب الأخ الكريم سأل عن معنى الحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من أهل الأمور لا يتعدى الاثنين، واحد منهم عندك فيه شك وواحد ما عندك فيه شك، يساك ما عندك فيه شك يخلي عنك ذاكرة تسلك من الإثم. طيب مسبوق اذكر عن المسبوق هل يجوز للإمام أن يستخلفه؟ نعم يجوز للإمام أن يستخلفه. وشنو حكم صلاتك الجماعة؟ صلي معاه ذاك اللي مستخلف عليه وشير لها أنه لا يمشي يقضي وتمت حنيه بالسلام لين يجي يقضي ذاك الركعة اللي فايته والله ركعتين مسوق فيهم ويقعد ويسلم سلموا معه يحصل سلامه شوي لين عدل هو قطع لا يقول فيه إطار لها إلا أنهم كانوا لا يسلموا معه بركوا ما قد يسلم مزال له شنو صلاته وهو ما قد يسلم هو فات صلاته منتظر. طيب يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. معنى ألهاكم معنى شغلكم التكاثر اللي هو جمع الدنيا. ألهاكم التكاثر المشؤوم بالمال والولد أن تقوموا وتبقى ذلك حتى زرتم المقابر. من زيارة المقابر هي كان عبارة عن الموت، معناها اشتغلتم بجمع الدنيا حتى متم. والله تم والأخرى يتكاثروا هم يعدوا كلهم يعدوا هلو لين عادوا يعدوا المقابر كلهم يعدوا غير يطوف من أهل نعم. طيب نرجع لسلة المشاهدين من خارج البلد. الأخ من الكونغو والله الجابون مع واحدة منهم بعد ذكر السلام عليكم ورحمة الله نطلب منكم صالح الدعاء قضية الشيخ. نعم. هل يجوز قراءة القرآن في المصحف لمن لم يحفظ القرآن وكان تعليمه في المدارس النظامية؟ كان تعليمه ما قد تقرأ في المحاضر. ما أعرف أكون فاهم سؤال. أقوله عن القراءة المصحف عنها جائزة، ولكن يعطي حد لا يقرأ القرآن يعود سقمه شوي سقمه قيس حد من القرآن يسقم عليه ياكل له يقرأ من القرآن وتم يقرأ في ذلك الصفة اللي سقمه له اللي كتبت القرآن خاصة في حروف ما ينقرأ وفي حروف ينقرأ وما هم كتب. إذا يعطي شي حد يقرأه لين يستقموا حد ويطبع لقراءة القرآن وتم يقرأ قراءة القرآن. وعلى كل حال يشبه بعد الرغم من تركه. طيب سؤال الثاني آخر وقت صلاة العشاء شنو؟ ثلث الليل يقول يا ثلث الليل فإن أخرت شطر الليل ولا تكن من الغافلين. ومات الحديث في الموطأ وأخر العشاء ما لم تنم معناها مسامح بتأخير. طيب لين نستقبلوا مشاهدين لحونا نقبضهم وبعدين إن شاء الله نرجع بإذن الله تعالى. تفضلوا بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرمي أقرباد. أهلا وسهلا تفضلوا. أما في الكادر لدو
تفضل الاخ كريم. تفضل بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن نختار ونشكر فضيلة الشيخ على الأجوبة الشافية والكافية إن شاء الله، واللي تفهمها الناس كاملها صالحة مثلا للعامة لغير العامة. طيب عندكم سؤال؟ هذا هو الجد اللي نقوله، عندنا أسئلة في الأخير. والله يتفضل بسرعة. آخر يطلبون دعاء الصوت. طيب طلب الدعاء. الله يعطيهم العافيه. ما شاء الله وقد فعل، تفضلوا. بسرعه الاخ الكريم. طيب شكرا الاخ الكريم. مشاهد اخر تفضلوا بسرعه. الوقت ما بقى منه ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. الله يخليك. ما وضح كلامك، وضح كلامك. يبيني نقرا رساله ابن ابي الغيرواني، يقدر يقول لي ايش تشرح لي. الاخ كريم تفضل. تفضل تفضل. اللي تبي تعطيه يقول لي. لسه في الخط ما هو واضح. اللي تحت يقول واحد من المجاوبه لي قال لي اخر ياخذ مرات يجاوب لي قضيه شرح رساله ابن يزيد القرواني. هذا بيقول لي قضيه ايش بشرح له يعني شيء. السؤال الاول جاوبنا عليه، السؤال الثاني ما جاوبنا عليه. ايه ما جاوبت. طيب ذكرني. قلت لك اني انا نقرا رساله ابن ابي زيد القيرواني نذر وندور الشرح وندور يقول لي الفقيه يقول لي ايش الشرح قلت حد يشري. طيب رساله ابن ابي زيد القيرواني اي والله تقراها وتختار يقول لك شرح لها يعود جيد. والله شكرا. معذره قبيل ما تمكنت من السؤال بي اللي ما مدون عندي. شكرا لك الاخ الكريم. مشاهد اخر تفضلوا. طيب لين اكتفوا بالقدر مع الساده المشاهدين. هذا المشاهد ذكر انه يقرا رساله ابن ابي زيد القرواني يختار لا تعاني من شرح له يعدون بس والله شيء قد يقتناه يستفاد منه. شرح هي السرور الاختيار فيه ما كنت اطمن فيه لنعرفه. ما نعرف يقول انا قسم رابط يختار له ذاك اللي مرابط لي يقرا عليه رساله ابن سيدنا القراني يختلوا شيء به ياخوه يعرف مستواه هو يعرف ياكل ايه. وقاعد يقعد ما يقرا لحاله الان ولا يفتح هو الكتب ويقرا. هذا قاعد ما يصير شيء. طيب الشيخ في مشاهدين في كثير من الاسئله هون جايتنا من الخارج غير لين استعرضوا بعضها. الاخ المشاهد من ساحل العاج ذكر على انه عنده والده كبيره في السن وانها ما تبغيه يحرك عنها، غير هو عنده دكان في الخارج من ما يقيس ولا قد يخسر وقد نرى كان يجلس مع الوالده والله يقيس بالعمل ياك ما يخسر. لكن غيرك قالوا اطع اباك ولا تعصي امك حتى يقوى ماله وبر والدته. سيصل جمع بهم يعرفه هو كانوا حرص على حد يخليها معاه اللي هو اخته والله كذا لا يخلي ماله يخسر والله لا يجبر حد يخليه في امين يخليه في المال له ولا يسر يقيس والدته معناها انه روايه وجهه مولانا للشخص معناها انه قد روايات وجهه مولانا معناها انه عنده من الوقت اللي عدل فيه كامل كمالك ما وجهه عليهم معناها انه لا يحاول يجمع يبر والدته يبر الوالده ولا يخسر ولا يخسر من اللي يعمل. طيب فيه المشاهد الاخر ذكر على انه كان مسافر وانه لحق عليه وقت الصلاه ولا عنده باش يتوضا وتيمم وصلى من درا كان ولا اجبر لما يعيد يكسر الوضع. ما يعيد يجي. ما عليه الاعاده. ما عليه في عاده يكون الاعاده راجل مقدمه 12 كان راجل مو قام هو تيمم ساقوه نفس المكان.
طيب الاخ المشاهد مساح العاج ذكر على انهم فهم بنوك ما هي طبعا ما هي اسلاميه، ندرى كانوا بده يسلفوا من عندها، والله معناها ان التعامل بالربا ما سلف سلف ما في زياده ما يخصش، وسلف في زياده ما تعد على وجه الربا ما هي جائزه. ما لها الا معناها انهم ما يغلطون قاع يتعاملوا معه، ما يغلطون يتعاملوا معه الى قد الى قد الى قد. ولا دعتهم الضروره يتعاملوا معه؟ ما نعرف بعد ما قد نفتي بكثرة الضرورة. طيب لا يلا تموتوا في خجنبه. الضرورة تقدر بقدرها والناس الآخرين. لا الضرورة شنو هاي ضرورة شنو ذكرت؟ إيش الضرورة كل شيء. صح. طيب الأخ من إسبانيا ذكر على إنهم فم محلات يبيعوا اللحم يبيعوا اللحم. وهذه المحلات هل هم مسلمين وهناك محلات أخرى هل هم نصارى عندهم الدجاج مكتوب عليه حلال. هل يجوز أكله؟ أرجو منكم صالح الدعاء والتوفيق بالتوفيق والشفاء. أخبار الدجاج ما قدنا عدل السؤال ما قدنا عدل منه ما هو صالح الدعاء والشفاء إن شاء الله. طالب المولانا يشفينا ويشفي. آمين. قضية الديوك نحن مرضتنا وأنت تعرفها. الله يلحق. الله يلحق. طيب. طيب. طيب لم يبقى من الوقت إلا دقيقة أو دقيقة ونصف. نود أن نخرج بتوجيه توجيه عام فيما يتعلق بضرورة الوسطية في كل شيء، أيضا ضرورة الاستقامة لكل مسلم. الاستقامة يكفي من ضرورتها أنها في الفاتحة وتطلب لله تبارك وتعالى في اليوم 17 مرة حد ما يصلي الشاول وتر وإلا تعد 20 مرة يطلبها المولان معناها عنها منين عاد ولا نخطرها عنها تعود في الفاتحة معناها عنها مهمة ولا خارج دونها ما خرج دون الاستقامة هي كل شيء كل شيء يحتاج ولا خالق حد ما يحتاج ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت وقال فاستقم معناها وقال في الحديث قل آمنت بالله ثم استقيم وقال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا معناها الاستقامة لا بد منها في كل شيء وحد لم يطلبها مولانا وظهر لي عن ما يجهر ما أحد موفق في ليالك مولانا قال اهدينا الصراط المستقيم معناها عن حد هداه مولانا الصراط المستقيم أنا عنه موفق. نعم. إذن بارك الله فيكم شيخنا الكريم، تداركنا الوقت أعزائي المشاهدين. في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الفقيه الشيخ أباه الحسين عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، شكرا لكم شيخنا الكريم على ما تفضلتم به من إفادة في هذه الحلقة. أجبنا أيها السادة المشاهدون الكرام على عدد كبير من الأسئلة إن كانت داخل البلاد أو خارجها. في نهاية هذه الحلقة أشكركم على طيب المتابعة، هذه تحياتي وتحيات المخرج دحول للشيخ، السلام عليكم.